بسم الله. شو هنقول لك سيدي؟ انا ام هاد الوليد، هاد الوليد كان هو السند ديالي الوحيد في الدار، كيعاونني كي بزاف د الحوايج. كنت كنتمناهم يكونوا مع هاد الولد هذا، ولكن اللهم لك الحمد تعرض للاعتداء. هذيك الليله كان هنا جالس حدايا، وانا خرج واحد اللحظه جا خو الصغير كيقول لي ماما خويا راه يدو تقطعات. ما عرفتش راسي باش جاني واحد الشعور غريب. وانا هاد الولد هذا عندي ولادي، عندي جوج بنيات توام وعندي جوج وليدات، هذاك الوليد وواحد اخر عنده 11 عام. ولكن هاد الولد هذا معزته بوحده، عزيز عليا بزاف، كيحن فيا، ما كيبغينيش نضرب تماره. كيقول لي ماما جلسي بحالك وقتاش غنخدم؟ انا تانا نكبر ونخدم. وكان هكا كندير التكوين من جهد الفيروس حبسو. قال لي ماما نمشي ندير الحلاقه، بغيت ندير مدرسه الحلاقه، ندخل نتعلم الحلاقه. قلت له واخا ولدي ماشي مشكل. مشى سول وقالوا لي راه باقي ما بديناش التقيات. هذيك السيمانه اللي سول فيها، هذيك السيمانه وقع عليه داك المشكل، وكان كيعاونني، كان بحال هكا كيضرب بريكولات، كيخدم، كيعاونني بزاف د الحوايج، وكان معاوني على خوتو، كيغوت عليهم الا داروا البساله ولا شي حاجه. وانت كتشوف اسيدي دابا هاد الولد هذا، الحياه ديالو دابا راه ما بقى عنده. انا ما بغيتش نقول ولدي ما بقاش عنده مستقبل، ولكن هو كل شيء على عينكم. انا بغيت القانون ياخذ مجراه وياخذ لي الحق د ولدي. وكنتمنى من الجمعيات والمحسنين يشوفوا من حال هاد الولد ويعاونوه، يصيبوا له شي اصطناعيه ولا شي حاجه. كنتمنى من عند الله يلبيوا لي هاد الطلب، انا ما بغيتش ولدي يضيع. كنتمنى من عند الله السلطه تاخذ مجراها، وكنطلب من سيدنا ياخذ لي حق ولدي. ما بغيتش حق ولدي يضيع، ولو يكون ولدي ظالم مثلا، ظلم هاد الولد هذا، معليش ما كانش عليه يقطع له يدو هكا، يضربوا يهرسوا يدير له شي حاجه، ولكن باش يجي يقطع له يدو بجنوي راه حرام عليه، حرام عليه، حرام عليه. والله ياخذ فيه الحق. ما صديق ديالو ما شي حاجه. المهم الدري ولد الحومه، تما كاينه الحومه كيرا كيعمروا، هي عحده انا هنا ماشي بعيده، يعني هذا ولد الحومه داك كان ساكن تما، ما عندهم لا عداوه بيناتهم ولا حتى شي حاجه. انا اصلا ولدي ما كيدابش، ما عمره هو في عمره 17 عام، ما عمر شي واحد جا دق عليا وقال لي ولدك دار لي ولا ضرب لي ولدي ولا سميته صراحه. واللهم لك الحمد. حالته ما كيقول لك ما نهضر مع حد، ما نشوف حد، ما كتجي كنجيب ليه الفرمليه تسواني ليه، كيقول لك ما حتى شي واحد ما بغيتو يبقى حدايا يشوفني. حالته راه الحاله النفسيه ديالو راه مدمره، راه كيفاش بغيتي انسان ما بين ليله ونهار كان عنده واحد الطرف من الجسد ديالو لاصق فيه، ودابا بقى بلاش، يبغي يدخل على الطواليط، بزاف د الحوايج. شكون اللي عيل بيه ليه الطلبات ديالو؟ حنا رحنا غير ناس دراوش ما فحالناش. باه راه عساس، وانا حتى انا كنخدم كندير الميناج في الديور باش نعيش وليداتي، باش ما نخليش ولادي ينحرفوا ويخرجوا يديروا شي حاجه خايبه. هادشي علاش حنا كنضربوا عليهم التماره، وهو رزالي حياته بغى يربي رزيه في ضو عيني. وكنطلب من القانون ياخذ لي حق ولدي، ياخذ لي حق ولدي، حيت ولدي باقي صغير. ولدي كان كيقرا، دار التكوين، وكان كيحلم بزاف د الحوايج باغي يديرهم في حياته. دابا حياته احنا ما بغيناش نقولوا حياته توقفات، ولكن راه اللهم لك الحمد. محب الفريق العساكره، هو فراوي وديما عساكره، راه تبعهم حتى الوجده فيما مشات الفرقه هذه كيتبعها دائما، فيما مشات ليفار تابعها، فيما في المدينه اللي مشات ليها كيتبعها، كيدير المستحيل وكيمشي يتبع الفرقه هذه يتفرج فيها. هو محب لهذه الفرقه هذه بزاف. وكنتمناو من المحسنين وشي جمعيات الا شافونا يشوفوا من حال هذا الولد هذا، كنتمناو يشوفوا من حاله ويديروا ليه شي اصطناعيه اللي يقدر يساعد بها راسه ويعاون بها حياته. ا
السلام عليكم انتم جيت تشوفوا الام ديالي شنو قالت هادشي اللي كاين. واخا هكاك الحمد لله اللهم لك الحمد هذا قدر الله وصافي ما عندنا ما ندير. واش نطلب من الجمعيات والمحسنين تعاونوا معايا حتى انا ما في حاليش. وتحيه للجيش الملكي والطاع عسكري خصوصا. شنو كنتي كدير فيها؟ شنو كنتي كتمنى بغيت تكون وسط؟ تنتمنى بزاف د الحوايج تنشوفهم فراسي. ودابا انا انتي جيت تشوف على عينك شنو كاين. تنبغينا حتى حنا نخدمو ونحيدو والدينا من هاد المشاكل وهاد الفقر وهاد الشي اللي فيه. انجي الغالب الله يسامحك. السلام عليكم. انا هاد الوليد هذا ماشي ولدي، شي حاجه قصر من ولدي. ان الاب ديالو عشرته قصر من 30 عام وهزيتو رغيوه بين يديا، وكان دريري ديال السبور، ترينا في لايسايس، ترينا في الفتح، وكانت الشهوه ديالو انه يمشي للجيش الملكي. ان كان كيتابعهم فين ما كانوا كيمشيو كان كيتابعهم هويا. ان واخا الوالد ديالو ما عندوش وما في حالش، كيتسلف ويتكلف بانه يعطي لولده انه يمشي يتابعهم حيت محب هاد الدري هذا. وكانت عنده واحد الطاقة ما نقولكش عليها، وكل شيء كيدوي معاه وكل شيء كيقول بأن هذا الوليد هذا واحد الأخلاق عنده عالية بزاف. والوالدين ديالو كانوا كيتمنوا فيه شي حوايج كتر من هذا الشيء هذا اللي وقع ليه هوايا، ولكن ربي قدر عليه. حنا ماشي مخيرين، حنا مسيرين، ربي كتب عليه هذا الشيء هذا. كنطلبوا من الله ومن المحسنين ومن الناس ديال الجيش الملكي بالخصوص أنهم يتابعوا هذا الوليد هذا، ويعرفوا بان ما هاد الوليد راه ما كانش عنده شي، راه كان عنده طموح بزاف في حياته، بان ما كانش موسخ في حياته، ما عندوش الحبس، ما عندوش شي حاجه خايبه. اللي جيت وسولته عليه هنايا بان ما هاد الوليد هذا كان عزيز على كل واحد هنايا. والديه دمروا، حنا دمرنا، انا بالخصوص دمرنا حنا بزاف. هاد الولد كان عزيز علينا بزاف وعزيز على الدراري كاملين. وقع لي هاد المشكل كنطلبوا ربي الله ياخذ الحق، ونطلبوا من القانون ياخذ المصير ديال داك السيد باقصى العقوبات. وكنقولها وباقي كنعاود نقولها بان مات السيد راه دمره في حياته، ودمر ليه والدي ودمر ليه خوته بزاف بزاف. وكنقول الله ينصر سيدنا ويدير لنا شي تاويل ديال الخير في الحياه ديالنا، راه ولينا غاديين في واحد المصير اللي يرثى له. وليدات قد هكا بهذه الطريقه هذه، وبهذا يعني ماشي انسان طيب في حياته في الحبس اولا مشرد ولد والدي. والدي كيضربوا تمر عليه مراف لا يرثى له، واحد الحاله ما نعاود لكمش. با حساس يعني اللي جابوا النار كيديه الليل، يعني عايش على قد المستطاع كريم ب 150 الف فرنك، 30 الف ريال في الشهر باش غادي يجمعها. الوليد اللي كانوا معولين عليه هذا الشيء اللي عطى الله قسموا عليه. الله يدير ليه شي سول ديال الخير. حنا كنطلبوا من الله ومن المحسنين يكونوا مع هذا الوليد هذا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.